أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قال مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في إيران حسين ذو الفقاري أن منفذ خسروي الحدودي مع العراق أعيد فتحه اليوم. وأغلق منفذ خسروي الخميس الماضي بسبب اتساع رقعة الاحتجاجات والتظاهرات في العديد من المحافظات العراقية. وقد دعت من قبل وزارة الخارجية الإيرانية مواطنيها الذين يريدون السفر إلى العراق إلى تأجيل سفرهم بسبب الاحتجاجات التي تعم المدن العراقية. استأذن النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي قرار مجلس الوزراء بشأن تعيين أصحاب الشهادات العليا وإطلاق التعيينات على حركة الملاك للسنين الثلاث الماضية. وقال بدر الزيادي إن قرار مجلس الوزراء استيعاب جميع حملات الشهادات العليا في عموم الوزارات ورفع نسبة 30% للتعيين في الجامعات الحكومية والأهلية، وكذلك قرار إطلاق الدرجات الوظيفية للتعيين على حركة الملاك للسنوات الثلاث الماضية ضمن ملاك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات هو أمر يستحق الوقوف عنده. وأضاف أن الحكومة بهذه القرارات تؤكد أن لديها الحلول لاستيعاب أزمة العاطلين عن العمل من دون أن تفعلها، وإلا أين كانت حكومة عبد المهدي قبل أن تبدأ التظاهرات المطالبة بالحقوق؟ تعتزم محافظة ديالى إنشاء معمل كبير لإنتاج الأدوية بكلفة 500 مليون دولار. وقال علي الدايني رئيس مجلس ديالى إنه استقبل جابي جابريل مدير المفوضة لشركة بي اف سي التي تسعى لإنشاء معمل أدوية عملاق في ديالى والوفد المرافق له. وأضاف أن المعمل مخصص لإنتاج الأدوية السرطانية ومعالجة الأمراض المزمنة ويستوعب أكثر من 1200 موظف في مختلف الاختصاصات. هذا ويعاني العراق ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بالسرطان وإهمالا حكوميا واضحا للتعامل مع هذا الملف وسط تخلف المؤسسات الصحية والفساد المستشري فيها فضلا عن قلة الأدوية والمستلزمات الطبية. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن المساحة المزروعة في العراق بلغت 6,270,000 دونم في عام 2018. وقال الجهاز في تقرير له إن مساحة الأراضي الكلية المزروعة في العراق في عام 2018 بلغت 6,270,000 دونم، شكلت مساحة الأراضي المروية بالمياه السطحية المساحة الكبرى بمقدار 2,070,000 دونم. تلت الأراضي التي تستخدم مياه الأنبار مياه الآبار وبواقع 2,670,000 دونم، ثم الأراضي الديمية بواقع 900,000 دونم. وأضاف الجهاز أن مجموع المساحات المشمولة بالاستصلاح بلغت أكثر من 12 مليون دونم، شكلت مساحة الأراضي المستصلحة كليا أو جزئيا شكلت 5,500,000 دونم، والمساحات التي هي قيد الاستصلاح 300,000 دونم، ولا يزال 6,900,000 دونم من الأراضي لا تزال غير مستصلحة. أعلنت مديرية زراعة كربلاء أن مشروعات بيض المائدة العاملة في محافظة كربلاء أنتجت في المدة الواقعة بين منتصف شهر آب ومنتصف شهر أيلول الماضي نحو 18 مليون بيضة سوقت إلى الأسواق المحلية. وقال مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي أن عدد الدجاج في هذه المشروعات المنتجة للبيض بلغت أكثر من 827,000 دجاجة. وأوضح أن هذه المشروعات نفذت ضمن نطاق التربية بالأقفاص من قروض المبادرة الزراعية، وتقدم لها العديد من الخدمات كالأعلاف والمواد البيطرية وبأسعار مدعومة. الآن مشاهدينا نتابع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط.
وفي ختام أخبار الاقتصاد تقبلوا تحيتنا.